قال الإمام البخاري: حدثنا معل بن أسد العمي، له أخ، فما اسم أخيه؟ عبد الرحمن باهز ابن أسد العمي. قال: حدثنا وهيب، وهيب ابن خالد أبو خالد، عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، عن أبيه وأبوه عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها وهي أمنا أم عبد الله زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها وعن الآل والأصحاب، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. استعاذات عظيمة. وربما هذا الحديث من أوسع أحاديث الاستعاذة. النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. ما هو الكسل؟ ما هو الكسل أبو همام؟ الكسل في الإرادة، يعني عدم القيام بالشيء عن تواني، ما هنالك همة، بخلاف العجز، عدم القدرة على الشيء أو على الفعل. في البدن، والكسل في القلب. طيب، هو بمعنى في الفعل والإرادة. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. الهرم الكبر، والنبي كان يستعيذ يعني أن يرد إلى أرذل العمر، أي إلى الكبر، إلى الخرف، إلى الضعف. فمات وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. والمأثم والمغرم، أي الإثم، ما يوقع في الإثم، والمغرم الدين، الغرامة. ومن فتنة القبر وعذاب القبر، الفتنة السؤال: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ والعذاب، العذاب الذي يصاب به الفاجر أو الكافر. ومن فتنة النار وعذاب النار، ما هي فتنة النار؟ قال الحافظ: هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هنا السؤال: سألهم خزنتها. ومن شر فتنة الغنى، الغنى فتنة، والمال صاحبه إذا كان على غير صلاح واستقامة يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى
رآه استغنى، ومن العصمة ألا تجد. وكما قال أبو العتاهية: إن الفراغ والشباب والجده، الجده المال، مفسدة للمرء أي مفسدة، هو مفسدة يعني كبرى. وأعوذ بك من فتنة القبر، نعم بعده، وأعوذ بك من فتنة الفقر، العدم، الفقر العدم. فالغنى يطغي، والفقر ربما ينسي ويلهي، وبين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفاية ما يكفي. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، تقدم: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. الخطايا الذنوب، وفي قوله بماء الثلج والبرد، لماذا الثلج والبرد؟ مع أن الماء الساخن يزيل أكثر من الماء البارد، لأن البارد يزيل الوسخ مع حفظ الصحة، مع حفظ الصحة. قال الله لأيوب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال: بارد. وهذا يشعر أن للذنوب حرارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا. إذن الخطايا تؤثر في القلوب، وكلما أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وخص الأبيض لأن الوسخ يظهر فيه جليا أكثر من غيره من الألوان، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بين الخطايا أي بين فعل الخطيئة، أي باعد بيني وبين الشر وبين فعل الخطايا هذه المسافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويدعو بدعاء الاستفتاح بالشطر الأخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وحكمة العدول عن ذكر الماء الحار إلى الثلج والبرد، مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ، الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال، فكان ذكرهما آكد في هذا المقام. أشار إلى هذا الخطابي ما لم يمس بالأيدي. قال الكرماني: وله توجيه آخر، وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها تؤدي إليها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في إطفائها، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج، ثم إلى أبرد منه وهو البرد، يعني البرد أشد برودة من الثلج. إذا ترى البرد مع صغر حجمها ربما تبقى زمنا. قال: بدليل أنه قد يجمد ويصير جليدا بخلاف الثلج، فإنه يذوب. إلى هنا بارك الله فيك.